زيد من الناس داع إلى الله مثلي مثلا، عالم أصغي إليه أراقب حديثه، حتى إذا عثرت على خطيئة وقع فيها التقطت هذه الخطيئة وأخذت أجلجل بها على أسماع الناس، وأخذت أتحدث عنها وأكتب عنها، واليوم عصر الإنترنت أجعل أيضا من منبر الإنترنت وسيلة نعم أذيع فيها خطأ هذا الإنسان وأحطم سمعته. هل هذا عمل يبتغى به وجه الله؟ نعم. هل هذا يبتغى به وجه الله؟ أبدا. هذا ما يتحدث عنه ابن عطاء الله: إن كنت صادقا في غيرتي على دين الله ورغبتي في القرب من الله لا أتحدث عنه على ملأ، وإنما أذهب إليه وأطرق بابه وأختلي معه ثم أذاكره في هذا الأمر الذي أرى أنه قد أخطأ فيه وربما لم يخطئ. نعم، أتذاكر وإياه في هذا الأمر في نجوة من الناس بعيدا عن الناس، ومن ثم أستطيع أن أزعم أنني بدافع الغيرة على دين الله فعلت ما فعلت. أنا لا أتحدث الآن عن الفسق والفجر، أتحدث عن نفسي وعن أمثالي. لم تأخذك ثمن.